أنا بسمو الشيخ خالد بن حمد الخليفة نائب الأول رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة، رئيس الاتحاد البحريني لألعاب القوى، الرئيس الفخري للاتحاد البحريني لرياضة المعاقين، سعادة السيد هشام بن محمد الجودر وزير شؤون الشباب والرياضة لافتتاح مهرجان جائزة خالد بن حمد للمسرح الشبابي للأندية الوطنية والمراكز الشبابية والمعاقين في نسخته الثالثة التي تقام هذا العام تحت شعار لنغرس بسمة. وبهذه المناسبة أكد سمو الشيخ خالد بن حمد الخليفة أن المسرح الشبابي من أهم الفنون المؤثرة في المجتمع، مضيفا أن فكرته جاءت لدعم ورعاية الطاقات وصقل المواهب الشابة بالخبرات، وذلك من خلال الاحتكاك مع مجموعة من الفنانين المتميزين لتحقيق الفائدة الثقافية التي تعود بالإيجاب على الحركة المسرحية في البحرين. كما أكد سموه أن استمرار مهرجان جائزة خالد بن حمد المسرح الشبابي يحمل في طياته التأكيد على الثقة في قدرات الشباب البحرينية بمشاركة مسرحية متميزة، معربا سموه عن اعتزازه وفخره الكبيرين بمشاركة إخوانه من المعاقين في هذه النسخة. هذا وأشار سموه إلى أن من بين الأهداف النبيلة للجائزة غرس البسمة عند الجميع وتعميق التواصل الاجتماعي والثقافي بين مرتادي الأندية الوطنية والمراكز الشبابية، بالإضافة إلى فئة أصحاب التحدي المعاقين التي تعتبر جزءا لا يتجزأ من المجتمع. كما أكد سمو الشيخ خالد بن حمد الخليفة على أهمية دعم المهرجان من خلال توفير جميع الإمكانيات اللازمة للشباب المشاركين من أجل إظهار إبداعاتهم، وذلك بما يتوافق مع رؤية القيادة في دعم الشباب وتهيئة كل السبل الكفيلة في إبراز قدراتهم وصقلها وتطويرها، بما ينعكس بصورة واضحة على مسيرة العمل والتنمية بالمملكة وخط النهضة الشامل المنتهج من قبل عهد البلاد المفدى حفظه الله ورعاه. هذا وأشاد سموه بالجهود المقدمة من اللجنة العليا المنظمة من أجل الوصول بالجائزة إلى أفضل صورة بما يليق بمكانة مملكة البحرين. من جانبه أكد سعادة وزير شؤون الشباب والرياضة أن استمرارية فعالية المهرجان هو نتاج واضح لدعم سمو الشيخ خالد بن حمد الخليفة وحرص سموه على تهيئة الأجواء المثالية للشباب البحرينية. على نفسه عهد أن يغرس البسمات في كل بستان، فحمل في كفه اليمنى بذور الشباب بميولهم وطاقاتهم وسقاها بكفه الأخرى من ماء الدعم والرعاية. سمو الشيخ خالد بن حمد وضمن مبادراته الإنسانية والثقافية أسدل الستار عن جائزته الخاصة بالفن المسرحي التي أطلقت العنان للعديد من الأندية الوطنية والمراكز الشبابية والمعاقين. هذه المبادرة بكل صراحة ليست بغريبة على سموه، يعني هو سباق لمبادرات كثيرة كثيرة، منها ليست فقط في الرياضة والشباب ولكن في أمور أخرى. وإذا ركزنا يعني على هذه الجائزة المسرح، هذه تعتبر صناعة فن بكل صراحة، لأن هناك يعني الشباب بإمكانهم أن يستخدمون صناعة الفن في أمور اقتصادية أيضا. يعني المبادرة هذه بالأخص توفر الأعمال، توفر الفرص العمل الكثيرة لشباب مملكة البحرين. حدث فني تتألق بين زواياه مواهب شتى تنسل من مبدعي مملكة البحرين يمثلون أكثر من 750 شابا وشابة. مبادرة سمو الشيخ خالد بن حمد للمسرح مبادرة جدا مهمة للحركة المسرحية في البحرين، وهذه يعني لأني أنا من مسرح أول أتلمس الفرح في عيون الفنانين المتواجدين، أن بالفعل سموه يحتوي الشباب، يحتوي الفنانين، وأتمنى التوفيق لجميع الفرق في المهرجان. المهرجان في حد ذاته، مهرجان سمو الشيخ خالد الله يحفظه، هو ليست فرصة فقط لتقديم العروض المسرحية خلال هذا الموسم ومن ثم ينتهي ينتهي الحفل يعني، لا، إنما هو فرصة أيضا لبحث الشباب عن مناخات أخرى للعمل في المسرح. يعني من خلال هذا المهرجان هناك بلا شك منتجين مسرحيين ممكن نتبنون بعض الطاقات الشبابية. وللسنة الثالثة على التوالي لا زالت هذه الجائزة تراهن النجوم، فيبزغ من خلالها في كل عام عدد من المسرحيين اللامعين
بل وإن منهم من شارك في افتتاح هذا المهرجان وقدم الفقرات الفنية والغنائية وحتى الإنسانية التي رسمت لوحة مخضبة برحيل القامة الخليجية الفنان عبد الحسين عبد الرضا. المفاجأة الجميلة صج إنها حزينة، بس احنا دائما كلمتنا واحدة ان عبد الحسين عبد الرضا حزنة كانت فرح دائما، حتى ذكرى دائما نفرح. واشكر الشيخ خالد بن حمد على البادرة وانه اهتم بفئات اهم شيء الإعاقة والشباب اللي تسليط الضوء عليهم، يعني هذه بادرة وايد زينة. وشلون نبحث ان الشباب شلون نخليهم يبتسمون، الفئة المعاقين شلون نعطيهم السبل للتسهيل اللي نضع البسمة على وجوههم. من سمعت ان في ورشة فن مسرح لجمعان رويعي بطل مسلسل سعدون، وهذا فانا افتخرت فاني تحمست واجد وسجلت هذا حق عشان اتدرب مسرح لأصير ممثل إن شاء الله يا رب. مشوار ينتظر 12 مسرحية تأهلت لهذه الجائزة، رغبات وأمنيات تعلق آمالها على خشبات هذا المسرح. نجوم متلألئة تترقب فرصتها لتنثر بريقها، جائزة أهدت الحروف نقاطها حتى تحصد جملا فنية تزهو في سماء المملكة. لتلفزيون البحرين، صالح يوسف.